بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد وأمسة متجددة وحلقة جديدة في برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن 24. تحية الحب والاحترام والتقدير لكل متابعينا على امتداد بثنا في جميع أنحاء العالم. قبل أن أنقل التحايا للجنود المجهولين الذين يقفون خلف الكواليس لإنتاج وإخراج وبث وهندسة هذه المادة الإعلامية عبر فضائية السودان هنا من داخل قنوات السودان 24 الآن من عاصمة البث المملكة العربية السعودية الرياض. قبل أن أنقل التحية النواظر لمن يجملون استديوهات برنامج كورتنا اليوم اثنان من أميز محلي برنامج كورتنا المشهود لهم بالتفكير دائما خارج الصندوق والطرق في الجانب العلمي والمنهجي لما يصيب الكرة السودانية من علات وأزمات. معي عاطف بركية بعد طول غياب يمكن عودا حميدا وإن شاء الله بالتوفيق في حلقة اليوم. أنت غايب يا مصعب مش أنا. نعم موجود أنا كل أسبوع هنا مع طارق. مع الزميل طارق نعم موجود لكن معي أنا بتكلم معي طولت نعم. بالتأكيد أهلا بك يا مصعب ومرحب بالسادة المشاهدين جميعا وبزميل الكابتن محمد. ايضا عبرك التحيه للمدرب واللاعب السابق والناشط هنا في على المجال الرياضي في الجاليه السودانيه محمد عبد الرزاق ايليا. مرحبا بك وحبابك كيف يا محمد. مساء الخير عليك استاذ مصعب وعلى زميلي عاطف ولكل المشاهدين نقول لهم تحيه مسائيه ان شاء الله ونقدم لكم نتمنى نقدم لكم حلقه ان شاء الله تليق بالفتره او الزمن اللي حناخده منكم ان شاء الله باذن الله. قبل أن أدلف إلى عناوين ومحاور اليوم لابد أن أتقدم بالتعازي الحارة لأحد أعلام الرياضيين أحد اللاعبين السودانيين الذين نسروا فنهم وكل ما في كناناتهم من إبداع في الملاعب السودانية من جزيرة الفيل في مدني وصولا للمريخ السوداني في المنتخب السوداني. نبأ حملت الأنباء من السودان وفاة اللاعب الدولي ولاعب المريخ السابق الطاهر هواري ابن مدينة ود مدني وابن المريخ وابن السودان وابن كل قبيلة الرياضيين في مستوى السودان من الجيل الذهبي الطاهر هواري. تعازينا لأسرته الصغيرة، تعازينا لكل أبناء مدني، تعازينا للأمة المريخية، تعازينا لكل الرياضيين القاطبة في السودان. وهذه فرصة عاطف تقدم تعازيك طبعا لهذا الفقد الكبير الجلل الكابتن طارق هواري النجم السابق الكرة السودانية والنادي المريخ وابن أبناء جزيرة الفيل واد مدني. تعازي ممتدة طبعا لأسرة الكريمة في الخرطوم وخارج داخل وخارج السودان ولجميع قبيلة الرياضيين بالسودان وخارج السودان. فقد كبير جدا الكابتن طاهر هواري، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته بإذن الله. آمين يا إلى طاهر هواري. نعم فقد للرياضيين حقيقة طاهر هواري ربنا يرحمه ويحسن إليه، نترحم عليه ونتمنى أن تكون الجنة مثواه. حقيقة طاهر فقد كبير، نعزي أنفسنا ونعزي كل قبيلة الرياضيين ونعزي أهل المريخ ونعزي أهل مدني وجزيرة الفيل. وفي الختام لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجمعنا به في جنات الفردوس وخالص التعازي للأمة السودانية وكل الرياضيين في الوطن وخارج الوطن. كما عودناكم دائما قطارنا في الحلقة ينطلق بالعناوين. مليون مرة أخرى في برنامج كورتنا على فضائية السودان الآن، برنامج كورتنا اليوم الذي يعني بالشأن المحلي والعربي والعالمي ويغطي منشط السودانيين في كافة المهاجر. قبل لحظات من تسجيل هذه الحلقة أطلق قاضي الجولة لمباراة السودان وفلسطين في البطولة العربية أو كأس العرب تحت 20 سنة بهزيمة ثانية قاسية بلغت قوامها 5 أهداف. إذن كلما حاولنا الابتسامة لم نجد تلك الابتسامة. الجمهور السوداني مغلوب على أمره، الجمهور ملح البطولات هنا في الخليج وفي أي مكان تواجدوا. هذه البطولة سنضعها تحت المجهر، سنتحدث عنها كثيرا، سنقيم التجربة. الفكرة أول الأداء لم يكن مرضيا بالمرة، وعدونا الشباب بعد هزيمة من المغرب بالرباعية إنهم حيعوضوا ويقدم مستوى طيب قدام فلسطين، لكن ها هي الهزيمة تأتي وبخماسية 5
3 هزيمة قاسية ودعنا البطولة على إسرها. سنحاول التواصل بإذن الله في حلقاتنا القادمة مع إدارة البعثة ولنرى ما الذي يجري في أضابير هذه البعثة. لكن يا بركية الوضع يعني قاتم بوضع يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هزيمة ثانية، مستوى لم يكن مقنعا، لكن ماذا نقول؟ نعم، أنا ماذا أقول رأي في الكلام الحاصل؟ نعم، لا يوصل نتيجة طبيعية جدا للتخبط اللي بتعاني الكرة السودانية العشوائية، عدم التخطيط، عدم التنظيم، عدم يديك مؤشر ولو بسيط أمل بسيط إنه ممكن نحن حتى شبابنا إذا كان منتخب الشباب بهذا الشكل بهذا الكيفية بيحصل بالرباعيات والخماسيات مثل المنتخب الأول اللي نحن خلاص يعني غسلنا يدنا منه إنه ممكن يعمل حاجة في عالم كرة القدم بكاملها. كنا مؤملين إنه منتخب للشباب، منتخب الشباب بتاعنا ده إنه يظهر بمظهر مشرف يعطي انطباع للكرة السودانية إنها إنه في بصيص أمل يعني الكرة السودانية ممكن إنها تتقدم أو تتطور في 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 قادم الأيام وفي قادم السنين، ولكن يبدو إنه نحن مكان أكسر ونسير على نفس النهج ونسير على نفس الأسلوب ونفس العشوائية والتخبط اللي بنعاني منه. هزيمة طبيعية، هزيمة متوقعة. أنا متوقع جدا. أنا من قبل بداية البطولة كنت بتناقش مع الناس بقول لهم السودان حيخسر من المغرب، حيخسر من فلسطين. منتخب فلسطين أفضل لنا بكثير. لماذا؟ طيب جميع المنتخبات الفلسطينية أفضل مننا، المنتخب الأول، منتخب الشباب اللي أثبت أنه أفضل مننا، المنتخب الأول الفلسطيني متقدم علينا في التصنيف، الفلسطينيين أكثر تنظيما مننا، على الأقل عندهم يعني شيء من التنظيم. يمكن هم ظروف دولتهم ما بتسمح لهم بإقامة بطولات وإقامة استعدادات زي ما هو متوفر عندنا نحن. احنا مشكلتنا العشوائية وعدم التنظيم وعدم التخطيط السليم لأي شيء. المنتخب ده أنا متأكد 100% إنه مبارك سليمان وأمير دامر اختاروا اختيار عشوائي من أقرب يعني 18 أو 20 لاعب، ما أعرف قام البحث كان كم، وجو باللاعبين دير عشان يلعب البطولة دي بدون أي إعداد، بدون أي استعداد. يمكن لعبوا مباراة ومبارتين في السودان، ما عارف أنا المباراة الإعدادية اللي لعبوها في السودان. من فبراير يتكلموا إنه المنتخب متجمع ولعبوا مباريات ودية مع عدد من فرق الممتاز ومعسكر صغير في أثيوبيا. بصراحة أنا ما سمحت بأي استعداد لهذا المنتخب. يمكن احتمال أن نكون ما متابع له، بس واضح من شكل لعب الفريق في المباراتين أمام المغرب وأمام فلسطين إنه هذا المنتخب لم يستعيد أي استعداد. أنا سمعت إنه لعبوا مباراة واحدة يمكن أمام أهلي مراوي. لا حتى هنا في على مستوى السعوديه فيها لعبوا مع ليبيا مباراه، لعبوا هنا مباراه. طبعا هنا طبيعي انك لما تجي هنا اكيد حتلعب بعثات موجوده كلها في نفس المكان انت موجود فيه، طبيعي انك تلعب، لكن الاستعداد من قبل الفريق او الحجم ما جاي من منافسه، ما كان داخل منافسه صح. او اللاعبين غير جميل. موجودين في منافسات يمكن ده شيء مش في يدهم، مش في يد اللاعبين، لكن كان بالامكان. البطوله معلنه من فتره طويله يعني الجميع عارف انه في هذا التاريخ في شهر 7 في بطوله حتتقام في المملكه العربيه السعوديه، بطوله عربيه للشباب. وين الاستعداد للبطولة دي؟ كان من زمان، من بدري. يفترض كان الاختيار يكون أدق من كده أو أكثر من كده. اللاعبين بصراحة يعني أنا شو أنا الليلة ما تفرجت المباراة، ظروف العمل، أنا جاي الاستوديو هنا من العمل مباشرة، شفت معكم آخر 3-4 دقائق في المباراة، لكن أنا شفت مباراة المغرب كاملة، مباراة السودان المغرب كاملة. واضح جدا إنه هؤلاء اللاعبين لم يعدوا أي إعداد يعني واضح جدا انهيار اللياقة البدنية للاعبين في الشوط الثاني. نعم، اللاعبين يمكن لعبوا بحماس وبيروح حاله أمام المغرب في الشوط الأول وطلعوا متعادلين 2-2. الليلة برضو الشوط الأول برضو انتهى تعادل، حتى كانوا فايزين في الشوط الثاني. أيوه، بداية الشوط الثاني كان يعني فريق متقدم بثلاث أهداف، يجي يخسر في آخر المباراة بخمس أهداف. نعم، معناته الفريق ده منهار لياقيا تماما. ده غير الانهيار الفني الموجود في الفريق، لا يوجد أي لاعب واحد مميز في هذا الفريق. ما شفت، انا شفت مباراه المغرب كامله زي ما قلت لك، ما لاحظت وجود اي لا حارس مرمى كويس، لا دفاع بيعرف يدفع، لا مدافعين، لا وسط، لا مهاجمين على مستوى. يعني انا ما بعرف، يعني انا بوجه السؤال للكابتن مبارك سليمان وكابتن امير دامر، اللاعبين ديل انت جبتوهم من وين؟ انا بتحدى مبارك سليمان وامير دامر انه انا ممكن اجيب اي 11 لاعب هنا من الرياض من اللاعبين اللي انا بعرفهم واغلبهم. تحدي معلن يعني على الهواء. يعني جميل، انا برجع لك كابتن إيليا، انت من قبيله المدربين. المؤسف في الموضوع انه ديل الشباب يعني مستقبل السودان. انا داير لك، انا ما داير اديك مدخل، لكن كده تحدثين عن التجربه دي.
هي زي ما ذكر عاطف، هي نتيجة طبيعية جدا للخراب الحاصل في كل منظومة كرة القدم في السودان. المنظومة دي نبداها من لاعبين لم يتخرجوا من مدارس سنية. لاعبين، أنا همسك لك جزئية جزئية، لاعبين لو شفناهم في المباريتين اللي لعبوها حتى الاستلام والتمرير ما بيعرفوه. ودي دي أبجديات كرة القدم، ودي بتعلموها في سن صغيرة. معناها الوضع في السودان الآن إنه الاستلام والتمرير اللعيبة ما بيعرفوه. نحن على مستوى القمة شفنا عدم الاستمرار، عدم القدرة على الاستلام والتمرير، وضحت لنا تماما بالنتائج وبالأداء شفناه من هؤلاء اللاعبين في هاتين المباريتين. الشيء الثاني الضعف الباين والضعف الكبير جدا في اللياقة البدنية للاعبين ديل، مما يوريك انه الضعف التدريبي في السودان سواء كان فكريا او ادوات مساعدة. يعني قد تجد مدرب افكاره متابع للكرة العالمية وماخذ كورسات وعارف الخطط وعارف التكتيك، لكن الإمكانيات الموجودة في السودان وكل المقومات اللي بتساعد المدرب غير موجودة. عشان كده نحن حتى في المباراتين كنا بنخسر في الشوط الثاني، الشوط اللي المفروض يكون المدرب فيه يكون قرأ الشوط الأول ويشتغل الشوط الثاني على أساسه. الشيء الثالث زي ما ذكر عاطف عدم التخطيط. أنت عندك، يعني أنت عندك أكثر من مشاركة خارجية وعارفة مسبقا من شهور طويلة جدا. يفترض انك انت يكون الاعداد بتاعك بادي من فتره طويله، واللعيبه ديل يفترض ان يكونوا مع بعض من فتره طويله، الاختيار يكون تم ولعبوا اكثر من 7-8 مباريات، خصوصا انه انت ما عندك دوري معلن بيلعبوه الشباب ديل مع بعض. الشيء المؤسف جدا انه يعني انا ما عارف لو كان ديل فعلا الاختيار كان صحيح وديل افضل العناصر الموجوده عندنا حاليا في السودان يبقى على كورتنا السلام. لأنه صراحة المستوى اللي قدموه اللاعبين ديل لا يشبه السودان ولا يشبه كرة القدم في السودان ولا يشبه كرة القدم في أي حتة. يعني مستوى ضعيف جدا. ومعلش نحن بنعتذر لكن نحن بنقول الحقيقة، يعني لأنه لازم نضع يدنا على الجرح. الجرح نحن كل منظومة كرة القدم في السودان تحتاج لمراجعة كاملة وشاملة، وده النتاج الطبيعي شفناه قدامنا الآن. جميل جدا. إذا الناس بتتكلم من دافع حبها، من واقع أن الكرة السودانية تنهض من كبوتها ونمشي لقدام، الدافع وطني، الدافع التجويد، الدافع التحسين. الناس لما بتتكلم بقسوة أو لما تسأل على المنتخب الشاب اللي ظهر بهذا المستوى المتواضع، بالتأكيد محتاجة أن الفترة الجاية، يعني على الأقل لما نيجي الخليج، الشعب السوداني يقدر يخش بقلب جامد ويلقى فريق محفز مشجع يقدر يمشي لقدام. إيليا عاطف، يمكن الدقائق الأخيرة اللي حضرتها أنت شفت مستوى حراسة المرمى، شفت أزمتنا في الكرة السودانية، ما حصل فريق سوداني أنا زي ما قلت أنت تحت الهواء فاز في الدقائق الأخيرة أو حافظ على تعادله أساسا. نعم بالضبط كده. بصراحة يعني أنا قلت لك إنه ما في ولا لاعب واحد مميز، لا حارس المرمى ولا واحد من المدافعين، جميع الفريق، كل الفريق، كل اللاعبين بيفتقروا إلى أبسط أساسيات كرة القدم، زي ما قال كابتن إيلا، الاستلام، التمرير، فتح الخانة، فتح المساحات، التحرك بدون كرة، ما شفنا أي حاجة من ده. حارس المرمى طبعا بيتحمل جزء كبير جدا من هدفين الرابع والخامس اللي احنا شفناهم هنا في الاستوديو. ما أعرف عن الحارس ده، هم اختاروا عليه أساس، ما ينطبق على الحارس ينطبق على جميع اللاعبين اللي لعبوا المباراتين. أنا ما أعرف كيف تم اختيار اللاعبين ديل على أي أساس، وأنت عندك قاعدة بتاعت اختيار كبيرة جدا من السودان كله. أنت عندك أنا يعني أنت لو يمكن لو مشيت في رابطة واحدة من الروابط في داخل العاصمة هتجيب، مش هتكون فريق واحد، هتكون لك 4-5 منتخبات. نعم مدرسة موجودين اللاعبين في السودان، الموهبة موجودة في اللاعب السوداني، خصوصا اللاعب السوداني الشاب. ودي بعدين دي بطولة بتاعت مواهب. يعني احنا بنشوف في بطولات كؤوس العالم بتلقى في منتخبات الشباب بتنافس، يعني يا اخي منتخبات غانا ونيجيريا فازوا بكأس العالم،
لان هي بطوله في المقام الاول بطوله بتاعت مواهب. يمكن منتخبات الشباب نعم الان حاليا اصبح منتخبات اللاعبين الشباب بيجوا يحترفوا في الدوريات الاوروبيه زي ما شفنا المنتخب المغربي كان فيه وكذا لاعب محترف في الدوري الاوروبي، لكن هي في الاساس بطولات السنيه هي بطوله تعتمد على موهبه اللاعبين في المقام الاول، ثم ياتي بعد هذا ياتي بعده التدريب والاعداد والانسجام وما الى ذلك من 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 من, من ضروب التدريب والتجهيز والاعداد للمنتخبات. لكن هي المقاومه تعتمد على موهبه اللاعب الفطريه الموجوده لدى اللاعب قبل كل شيء. واللاعب السوداني موهوب، واللاعب السوداني موهوب موهوب جدا. طيب كلنا بنعرف ان اللاعبين السوداني موهوبين. انا عشان انا اعتبروني انا رجل جاي مع البعثه اتحدث عن وضع حاصل في البلد. انا كمنظومة كرة قدم لا تسألوني عن أصنع لكم من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا بين قوسين. إدارة اتحاد الكرة السودانية صراع على مستوى إدارة الكرة، دوري ضعيف جدا جدا جدا، وبدون في قرارات اتخذت ألغيت إنه اللاعبين صغار السن يلعبوا، ثم جاء الاتحاد الجديد ألغي. الحاجة الثانية ميزانية للتسيير الدعم، الناس بتصرف على المنتخب من جيوب المتبرعين او الناس المحسنين او الناس الرياضيين اللي قلبهم على الوطن. انت بتتكلم عن وزاره الشباب والرياضه اخر همها الميزانيات الصرف على المنتخبات الوطنيه السنيه. مدربين انا متاكد يوم الليل لو فتحنا قلوبنا وواجهناهم مواجهه حقيقيه ممكن يقول لك نحن شغالين تطوع، ما في اي انكم، ما في اي شغل احترافي على مستوى السودان. فما تلومونا لما نجيكم المنتخب ضعيف حاصل كذا. إلي رد لي الكلام ده لو أنا ردي بقول لك واحد، إذا أنت شايف إن المنتخب ده خلينا نحن نتكلم عن المنتخب ده الآن، مدربه مبارك سلمان له التحية وله التجلة وأنا راجل أحترمه جدا، وأمير دامر نفس الاحترام أديه له. لكن أنا لو حسيت بإنه أنا اللعيبة ديل أو المنتخب إنه أنا جاي بيه ومسافر بيه جاي بيه لحد هنا عشان أمثل بيه السودان، أنا ما بقدر أظهر الظهور المشرف، أنا بعتذر. نعم. بعتذر. من باب أولى. أنا ما بقدر أنافس بالمستوى ده، لكن طالما أنت وبتصرح في الجرايد إنه أنت منتخبك وإنه 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 عشان تجي تاخذ أربعة وخمسة، نحن ما عندنا مشكلة فيه، أنا النتيجة ما بتهمني كثير. أنا بيهمني لأنه ده منتخب زي ما قلت شاب. أنا بيهمني إنه في الفترة دي نعم صحيح إنه اللاعبين يعني منتخب المنتخبات السنية بتعتمد على المواهب، لكن في أبجديات كرة القدم اللي هي الاستلام والتسليم، ودي بيتعلموها. الكرة صارت صناعة الآن، صارت صناعة بيتعلموها من سن مبكرة، من سن من 12 سنة. إذا اللاعب يتخطى سن 14 سنة وما بيعرف يستلم ويمرر صح تحت الضغط، أنا ما بتكلم عن التمرير إنه يكون بدون ضغط، فاتخطى 14 سنة هو ما بيعرف يستلم ويسلم تحت الضغط لا ترجع منه شيء. ودي كرة القدم الحاصل الآن في السودان إنه نحن ما عندنا اهتمام بالمواهب وتنميتها وتنشئات التنشئة الصحيحة في السن الصغيرة. جميل جميل. دي واحدة من المشاكل الكبيرة. إذا عندك زمن ممكن نستسهل في والله الوقت طبعا حنتطرق للتجربة أكثر في الحلقات القادمة، لكن ما يبشر أن هناك شباب في السودان التقطوا القفاز وأطلقوا مبادرة حلم السودان بقيادة لاعب الدول السابق ولاعب الهلال محمد عزيز نيلسون المتواجد بالدوحة بتعاون مشترك بين الاتحاد القطري واتحاد كرة القدم السوداني. محمد عزيز نيلسون طرح فكرة ومشروع ضخم جدا اسمه مشروع حلم السودان. دائما هو بيتكلم عن أنه نستلهم من الماضي لتجاربنا القادم، وفكرة بتاعت منتخب قوام صحيح، يعني شغل التأسيس صناعة كرة القدم بالمفهوم الصحيح في الفترة القادمة إن شاء الله سنرى هذه المبادرات هي التي ستخرجنا من الحفرة اللي نحن فيها أو الوهد اللي نحن فيها كرة القدم السودانية. كلنا مع محمد عزيز نيلسون ومجموعته لبناء حلم السودان الرياضي. هذا المشروع سنتحدث عنه أيضا في حلقات لاحقة، لانه اساسا احنا لو ما بدينا من كذا احنا ما حنمشي لقدام. كذا خلونا نخلي صفحه المنتخب الوطني الصغير الشاب على انه امل نستضيف اعضاء البعثه في الحلقات القادمه للتحدث عن التجربه. بركية نمشي في الممتاز. عاطف، الممتاز السوداني الهلال متصدر بكره الثلاثاء اخر جوله في الدور الممتاز، الهلال امام توتي، المريخ امام كوبر. اذا تعسر الهلال
ففاز المريخ الدوري للمريخ، لكن بالوضع الراهن إذا فاز الهلال سيتوج رسميا ببطولة دوري الممتاز. الدوري كان في كل تفاصيله يعني قويا وممتعا، والمريخ لم يهزم حتى الآن. نعم، أنا قبل كم أسبوع كان تكلمت عن موضوع حسم الدوري تحديدا يمكن بعد مباراة المريخ مع حي العرب، بعد تعادل المريخ مع حي العرب كان ارتفع الفارق إلى 8 نقاط وقتها، كان فاز الهلال في نفس اليوم ووسع الفارق إلى 8 نقاط. فأنا كنت هنا في حلقة أعتقد مع طارق قلت أن الدوري خلاص انتهى، فارق 8 نقاط في تورينا فارق كبير جدا ولا يمكن تعويضه، خصوصا كان وقتها كان متبقي 7 أو 8 جولات تقريبا عن نهاية الدوري. وضربت أو استدليت بكلام ده على أنه الهلال في موسمين متتاليين لم يخسر من أي فريق من فرق الدوري الممتاز سوى من المريخ. خسر الموسم الماضي مرة أعتقد من المريخ في الدورة الأولى، وخسر هذا الموسم. يعني في 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 موسمين الهلال لم يخسر إلا مباراتين والاثنين كانوا أمام المريخ، لم يخسر أمام أي فريق آخر. ضعف المستوى الأندية في 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 الدوري في الدوري الممتاز، وليس أدل على ذلك نتائج الفرق وترتيبها وعدد نقاطها الذي لا يزيد عن 40 نقطة لأي فريق باستثناء هلال الساحل اللي يمتلك 45 نقطة. الفارق الكبير جدا بين الهلال والمريخ في كفة وباقي أندية الدوري في كفة أخرى. هلال المريخ في السبعينات، في الستينات لا يوجد أي فريق، في الخمسينات لا يوجد أي فريق، في الأربعينات تلقى فريق واحد اللي هو هلال الساحل، الباقيين في الثلاثينات وما دون. ففارق المستوى الكبير ده بين الأندية ومن جهة وبين الهلال والمريخ من جهة، وبيديك مؤشر إنه الدوري حسم، لأنه كده المريخ بعد ما أصبح الفارق 8 نقاط أصبح يعتمد على إنه الفرق الأخرى هي التي لابد أن تعطل الهلال وهو يستمر في الفوز. استمرار المريخ فعلا استمر في الفوز بعد مباراة حي العرب، فاز في كل المباريات تقريبا حوالي 6 مباريات متتالية فاز فيها، لم يخسر أي نقطة. الهلال تعادل يمكن مباراة واحدة فقط وتقلص الفارق، أو تعادل أعتقد في مبارتين يمكن مبارتين نعم تصبح 3 نقاط. نعم، ولكن طبعا فارق 8 نقاط زي ما كنت فارق كبير، فحاليا فارق 3 نقاط. أعتقد أنه في مباراة الغد أمام توتي لن على الورق توتي الهلال، طبعا الهلال الهلال بكل تأكيد الهلال محتاج نقطة واحدة عشان يتوج البطولة. توتي أظهر مستوى طيب في الدور الأول تعادل مع الهلال بهدف لهدف، نعم وقدم مستوى طيب جدا، لكن في مباراة حاسمة زي كده أعتقد أن الهلال لن يفرط في النقطة الوحيدة التي ستتوج بالدوري. صح، حصل عليها ومبروك مقدم للهلال من الآن. مش تشاؤم هو، لكن ده الواقع يعني قراءة للواقع. ما تشاؤم أنت رجل محلل طبعا، لازم محايل لما تقول تشاؤم عشان ما يعرف اللونية بتاعتك. عارفين الناس عارفين اللونية، عارفين اللونية. طيب يا كابتن إيليا، الهلال على بعد خطوة وعلى الورق زي ما قال بركية، يمكن بكرة التتويج الرسمي إذا فاز المباراة عصرا مع توتي، والمريخ سيلاعب كوبر. نعم، الوضع الطبيعي والشيء الحاصل الآن لو قريته تلقى إنه الهلال يفترض إنه يفوز على توتي. دوافع الهلال كبيرة، حسم الدوري قدامه نقطة واحدة من المباراة تحسم الدوري للهلال. لكن في اشياء يعني اذا ما انتبهوا لها ناس الهلال اعتقد انه توتي ممكن يتعبهم جدا. اذا دخل لاعب الهلال المباراه بتراخي وبضمانهم للثلاث نقاط حيتعبوا جدا في المباراه، لانه توتي يعني واقف معاها المريخ. خلينا نتكلم بوضوح، المريخ بيدعم توتي جدا لانه من مصلحته انه توتي تعطل له الهلال. فالهلال اذا ما حسم المباراه ودخل المباراه دي بالنسبه له مباراه بطوله او مباراه كاس، توتي ممكن تعطل الهلال. لكن فنيا الفارق كبير جدا جدا بين الهلال وتوتي، وكل الترشيحات تصف في مصلحه الهلال وحسمه للمباراه دي. الدوري يعني لو تكلمنا عن الدوري عموما، الدوري السوداني هو دوري ضعيف جدا. نعم، اعتقد انه ما فيه اي قوه. الدلائل واضحه، البعد الكبير بين الهلال والمريخ وباقي الفرق. ضعف الدوري ما جاي من فراغ، يعني جاي من يمكن ذكرنا الكلام ده كثير انه منظومه كره القدم في السودان كلها مشاكل. ابسطها
أبسطها، إنه ما في ملاعب عشان تلعب على المباريات. نحن بنشوف الجزء من المباريات لعبوه في الأبيض، جزء في بور السودان، وجزء في عضبرة، والآن حتى بعد ما جمعوه في الخرطوم، بعد ما جمعوه في الخرطوم شفنا مباريات بتلعب في جبل أولياء على ملعب، مع احترامنا الكامل لاتحاد جبل أولياء، لكن هو أفضل الاستادات الموجودة حاليا بعد الهلال في الخرطوم، لكن يعني لا يصلح للعب كرة القدم، لأنه أرضية شفناها نحن أرضية يعني سيئة جدا. لو جينا لاستاد الخرطوم، استاد الخرطوم أرضية يعني نجيل صناعي، النجيل الصناعي معروف مشاكله شنو على اللاعبين، حتى اللاعبين بيتهيبوا اللعب فيه، وما بدي كل اللي عنده، ما بيساعد اللاعبين على اللعب. ما عدا استاد الهلال ما في استاد ثاني عشان تلعب عليه الدوري، دي من اكبر المعوقات. الشيء الثاني الناحيه الاقتصاديه لكل الانديه، دي خلت الفارق بين الهلال والمريخ يكون بعيد، لان الهلال والمريخ اللي كل الامكانيات المحدوده اللي بتخليهم يلعبوا دوري، يعني فارق بينهم وبين باقي الفرق فارق كبير. اعتقد انه حتى المنافسه وحتى النتائج اللي بتحققها الفرق ضد الهلال والمريخ انما هي نتيجه دوافع شخصيه، ليس نتيجه مستوى حقيقي يعني. تمام. طبعا الصراع في المقدمه واضح وجلي، يعني ما في اي تشابك، 3 نقاط الفرق بين الهلال والمريخ. المريخ لم يهزم نهائيا في هذه البطوله. الهلال هزم مره واحده امام المريخ. مباراة الغد إذا فاز الهلال بطل، إذا تعسر أو تعادل الهلال بطل أيضا للدور الممتاز. إذا تعسر لا قدر الله بالهزيمة وفاز المريخ فسيتوج المريخ بطل للممتاز 2022. لكن هناك صراع من نوع آخر في قاع الترتيب والهابطين، وأضابير الاتحاد العام والشكاوى ما زالت يعني تحمل في طياتها الكثير. بركية صراع القاع الهبوط معه. طبعا في الجولات الاخيره كان واضح جدا الفريقين اللي حيهبطوا، الخرطوم الوطني وهلال البيض. الخرطوم الوطني هبط رسميا طبعا بعد في الجوله قبل الاخيره. الهلال الابيض نحن كنا تكلمنا اكثر من مره انه هلال البيض احد اضلاع الدوري الممتاز، احد الاركان المهمه في الدوري الممتاز، او احد الانديه المهمه. يمثل الابيض، مدينه الابيض، استاد الابيض، جمهور الابيض، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مدينة الأبيض. حتى الآن هلال الأبيض في 3 مباريات الأخيرة يسير بخطى ثابتة، عنده مباراة غدا لو فاز فيها وتعثر صاحب المركز الـ14 اللي هو الأمل في حالة فوز هلال الأبيض حيرتفع لـ 31 نقطة، في حالة خسارة أمل العطبرة مباراته، يمكن أمل العطبرة لاعب مع شرطة القضارف، هلال الأبيض لاعب مع هلال الفاشر، فحيفوز الهلال الأبيض بتعثر الأمل عطبرة، حينجو هلال الأبيض من الهبوط، وسيهبط الأمل في حالة خسارة الأمل عطبرة. برضو نفس الكلام اللي قلناه على هلال الأبيض بينطبق برضو على ينطبق على الأمل عطبرة، نفس القاعدة الجماهيرية، نفس المدينة المحبة لكرة القدم مدينة عطبرة وجمهورها الكبير. فأي واحد فيهم حيهبط حيكون نحن فقدنا ضلع مهم جدا جدا من اضلاع الدوري الممتاز. وهذه الانديه مثلت السودان في 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 البطولات الافريقيه في السنوات الماضيه. الشيء الغريب انا عايز اشيد بنادي حي العرب. حي العرب كان في الدور الاول، انهى الدور الاول هو في المركز الـ15. نعم. كان يمتلك 12 نقطه، حاليا بنرى حي العرب موجود في المركز تقريبا المركز الـ11. الفرق الثلاثه اللي كانت مهدده بالهبوط بعد نهاية جولة الذهاب كان الخرطوم الوطني، والخرطوم الوطني هبط، وهلال الأبيض، وهلال الأبيض لا زال في نفس المركز اللي أنهى عليه الدور الأول اللي هو المركز الـ15، حاليا هلال الأبيض أيضا في المركز الـ15، والشرطة القضارف كان يحتل المركز الأخير بنهاية الدور الأول. حاليا الشرطة القضارف، الخرطوم الوطني قلنا هبط، هلال الأبيض عنده مباراة، عنده لا زال أمل يتمسك به في حالة الانتصار وتعثر الأمل عطبرة، سوف يبقى في الدوري. الشرطة القضارف خرج من المركز الـ16 اللي كان عليه في نهاية الدور الأول لينجو من الهبوط بـ34 نقطة حاليا للشرطة في المركز الـ12 أو تقريبا 32 نقطة عفوا، الشرطة القضارف يمتلك 32 نقطة وضمن البقاء في الدوري الممتاز.
فصراع هيستمر لحد اخر جوله بالنسبه للهلال وبيض زي ما قلت انه في حاله الفوز سيستمر في دوره الممتاز. جميل جدا. اذا هذه القراءه يا ايليا بتقول انه هلال الابيض، هلال التبلدي، هلال شيكان يا ايليا، اذا مباراه مهمه جدا لاعبين مع الخياله هلال الفاشر، وهلال الفاشر داخل بطموح انه حيقدر يمثل في الكونفدراليه. فاذا الصدام قوي، صدام عنيف، اي تعثر معناه سنفقد هذا الفريق العريق. الامل ايضا يعاني في داخل في المعمعة دي انه ممكن يكون من الهابطين في حال، بالرغم من المباراه مع شرطه القضارف، وممكن شرطه القضارف ما عنده يعني دوافع كبيره لهذه المباراه. نعم، هي حقيقة هلال البيض يعني يمكن حسن من نقاطه، ما حسن من مركزه لكن حسن من نقاطه كثير جدا في الثلاث أسابيع الأخيرة، لأنه يمكن قبل ثلاث أسابيع الناس حكمت بأنه يعني لا محالة هو هابط، كان في بصيص أمل، هو بصيص الأمل ده مشى فيه يعني، وكسب النقاط الثلاث مباريات دي يمكن، أو كسب يعني كسب منها تقريبا سبع نقاط، لأنه الآن عنده 29، عنده 28، كان عنده 22، آخر أسبوعين فاز عمل 28. فلو كان هلال الأبيض يعني نهضته دي أو الـ يعني النهوض من الكبوة اللي كان فيها، كان نهض قبل أسبوعين أو قبل ثلاثة أسابيع من نهضته دي، يمكن كان يكون هو ضمن البقاء. الأمل عطبرة تقريبا يمكن دائما مستواه في الممتاز ما بين متذبذب، مره تلقاه ممثل في الكونفدراليه ومره تلقاه من فروق الوسط وهكذا، يعني ما بتلقاه مهدد بالهبوط كثير او من فروق. لكن في حاجه مهمه جدا احنا يمكن ذكرناها قبل وده بأكد الان، هلال الابيض والخرطوم الوطني كانوا يمكن من اضلاع المربع الفوق، او لو قلنا في خمسه فرق في المقدمة بتمثل دائما، السنة الواد كان يمكن هاي الوادي، لكن دائما كان في فرق خمسة بتمثل، هي الهلال والمريخ والأهلي شندي والهلال الأبيض والخرطوم الوطني، دي الأكثر تمثيلا. ليه الخرطوم الوطني وهلال الأبيض كان بيمثلوا دائما وكان مستواهم مرتفع؟ لأنه كان في دعم كبير جدا، كان هنا في النفيدي وهلال الأبيض كانت دعمه حكومة الولاية. لما وقف الدعم من الفريقين ديل رجع مستواهم مرة ثانية لمستوى باقي الفرق، فالتنافس بينهم وبين باقي الفرق بقى واحد، بقى ما عندهم أي أفضلية على باقي الفرق. وشفناهم الآن هم واحد هبط والثاني بيصارع من أجل البقاء. الخرطوم الوطني ويمكن هلال الأبيض برضو نفس القصة، من الأسباب برضو اللي خلتهم مستواهم ينزل غياب الدعم اللي كان بيجدوه، بالذات هلال الأبيض غياب الدعم خلاه يبيع افضل لاعبيه. الخرطوم الوطني متعود كل سنه كان بيبيع افضل لاعبيه، لكن كان مهتم جدا بمساله الشباب، وكان بيخرج من شبابه بيرفدهم للفريق الاول وكانوا بيساعدوه. فالان شفنا الخرطوم الوطني يمكن كل الناس بيتكلموا وكل الصحف وكل الاعلاميين بيتكلموا عن انه يمكن في ثلاثة أو أربع سنوات الخرطوم الوطني بايع 23 لاعب في ثلاثة أو أربع سنوات، منجم، هذا منجم ذهب، لكن هو في الآخر هبط. لكن سيعود المارد إن شاء الله الممتاز بإذن الله ختام الموسم غدا، حلقة الغد، وبعد الغد بإذن الله سنتناول هذا الملف بالتفصيل أرقاما وإحصاء. عاطف تصريح بسيط بس يا مصعب، أنا قلت عايز أشيد بحي العرب، اللي هو العكس، علامة استفهام على مستوى حي العرب، لأنه حي العرب أنهى الدور الأول كان في المركز الخامس، عكست كان جامع، أيوه كان جمع 21 نقطة. نعم، في الدور الثاني حي العرب جمع 12 نقطة فقط، الآن في المركز 29 مباراة 32 نعم، هو في المركز ال 11 حاليا عنده 33 نقطة، جمع منها 21 نقطة في الدور الأول، وكان بيحتل المركز الخامس. في الدور الثاني حصل تدهور كبير جدا لمستوى حي العرب، خسر 8 مباريات، فاز في 3 مباريات فقط، وجمع 12 نقطة بس. العكس غريمه. نعم، فعلامة استفهام كبيرة على مستوى حي العرب، والعكس ينطبق على هلال الساحل اللي يطور مستوى جدا في 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 الدور الثاني، واستطاع انه يحتل المركز الثالث. هلال الساحل بالمناسبة حالة خاصة، انا شخصيا داير اتناول الفريق ده كملف كامل،
مع المدرب المميز نادر هبوب، الذي استطاع أن يعني يمكن واحدة من حاجات الإشراقات في الدوري السوداني أنه مدرب وطني قائد فريق طلع يمكن حاز على 45 نقطة وغابل للزيادة. فهذا الرجل سنراه ببطولات الكونفدرالية على مستوى القارة الأفريقية الموسم القادم. إذن هلال الساحل التحية لهم وكل فرق الممتاز، الهابطين يعودوا أكثر قوة، ولسه عندنا ملفات كثيرة في الممتاز. أنا بس حلقة اليوم لحد هنا كفاية، حنتكلم عن الممتاز، نمشي لقدام يا بركية. وأنا دايرك تحديدا في قراءة لآخر استعدادات ومباريات الودية والمعسكرات الأوروبية، الفرق السعودية للدوري كأس الأمير محمد بن سلمان. هذا الدوري ربما اللي أصبح يصنف من أقوى الدوريات الآسيوية، بل تخطى عدد من الدوريات الأوروبية. اللعيبة بعد الانتدابات، المدربين الجدد الآن في معسكرات أوروبية، شغل زي ما بيقولوا على موية بيضة. نعم أيوة طبعا، الأندية السعودية كالعادة طبعا دائما معسكراتها بتكون في مدن أوروبية، وبتلعب مباريات إعدادية على مستوى عالي مع بعض الأندية الأوروبية. الشباب، نحن تكلمنا قبل كده عن الشباب، الشباب يعسكر في مدينة أعتقد ماريبا الإسبانية، دي هي نفس المدينة اللي كان عسكر فيها المنتخب السعودي الأولمبي قبل مشاركته في نهائيات أمم آسيا المنتخبات الأوروبية، عفوا المنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، وفاز بها المنتخب السعودي. يبدو أن السعوديين تفاعلوا بهذه المدينة. أيضا النصر بيعسكر في نفس المدينة برضو في مدينة ماريبا الإسبانية. النادي الأهلي الهابط لدوري يورو حاليا بيعسكر في تركيا. الشباب، خلينا نرجع الشباب تاني. الشباب حيلعب اعتقد يمكن اليوم او بكره، عنده مباراه مع احد فرق وانديه الدرجه الاولى الاسباني، انديه الدرجه الثانيه عفوا، اللي هو فريق لاس بالماس. لاس بالماس ده احنا شفناه في الليغا، فريق بيلعب كره قدم حديثه جدا. احد لاعبي لاس بالماس انتقل لبرشلونه الموسم قبل الماضي، اللي هو اللاعب بيدري، واصبح عنصر اساسي في برشلونه وعنصر اساسي في المنتخب الاسباني. ولاس بالماس يحتوي على لاعبين كثيرين ذوي مهارات عاليه جدا جدا، وتجربة حتكون مفيده جدا للشباب. ايضا النصر، الهلال ايضا يعسكر في اوروبا حاليا، الاتحاد ايضا، وكلهم عندهم مباريات اعداديه تنافسيه ممتازه جدا جدا مع فرق هتفيدهم جدا جدا في تجربتهم في اعدادهم في فتره البري سيزون. وكالعاده دائما الاعداد الجيد للانديه السعوديه ومعسكراتها المدروسه دراسه ممتازه جدا على مستوى عالي جدا. المدربين بيعدوا الفرق على اسس علميه، على اسس صحيحه. فعشان كده احنا بنلقى الدوري السعودي دائما بيبدا بدايه قويه، بيبدا بدايه تنافسيه من اول جوله. فموعدين برضو احنا في الموسم ده بدوري تنافسي قوي جدا جدا، مع صعود ايضا الانديه الثلاثه اللي صعدت من دوري يلو، الوحده والخليج والعداله على ما اعتقد. برضو جو برضو بانتدابات كبيره جدا وبلاعبين على مستوى عالي. الدوري طبعا السعودي الموسم ده حيكون يحتوي على 8 محترفين، 7 لاعبين على ارض الملعب ولاعب احتياطي. فكالعاده حنشوف برضو منافسه قويه جدا جدا بين انديه الدوري السعودي على البطوله، على البطولتين المحليتين الدوري والكاس. حنفتقد طبعا لوجود النادي الاهلي اللي نتمنى انه يعود سريعا لمكانه الطبيعي ان شاء الله. لكن غياب الهلال من مشهد الانتدابات مريب يعني شيئا ما. اعتقد انه الهلال المدرب دياز يمتلك فريق كامل، فريق كامل متجانس متكامل، فما اعتقد انه الهلال يحتاج للاعبين اضافيين ابدا، الا انه يجيب محترف رقم 8، محترف اجنبي رقم 8 ممكن. طيب، ولكن يعني الهلال في جميع الخانات مكتمل. الهلال اكمل فريقه في الموسم الماضي، حاليا الهلال يمتلك في كل خانه اكثر من لاعبين. جميل، فما اعتقد انه الهلال يحتاج لاضافه اي لاعب اخر. جميل. الدوري السعودي بعد القاء اضواء عليه ومع الحضور الجماهيري والقوه يا ايليا، والفرق السعوديه
يعني قاعدة تجهز للمائدة للوليمة اللي حتقدمها للرياضيين على مستوى السعودية والوطن العربي والقارة الآسيوية. ماذا لديك في هذه أعتقد إنها هتكون وليمة دسمة جدا زي الوليمة اللي فاتت، وده برضه لو اتكلمنا عنه ما بنلقاه جاء يعني من ضربة حظ أو من فراغ. الأندية السعودية والدوري السعودي دوري على مستوى عالي جدا، دوري توفرت له كل مقومات النجاح، وما عايزين نفندها، لكن لو فندناها من لاعبين أنشئوا من 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 المدارس السنية اللي هي كل فريق في الدوري السعودي يمتلك فريق على مستوى الناشئين، فريق على مستوى الشباب، فريق على المستوى الأولمبي، ثم الفريق الأول، يعني اللاعب البصل الدوري الممتاز أو كأس أو دوري الأمير محمد بن سلمان بيكون مر على كل المراحل السنية، فبصل لاعب جاهز. دي واحد. الحاجة الثانية توفير يمكن الدعم الكبير اللي بيلقاه الدوري من الحكومة بصورة عامة، من أعلى الهرم إلى يعني إلى الوزارة تحت، بنلقى إنه في دعم كبير جدا للأندية، في ملاعب على مستوى عالي جدا، في تأمين لمستقبل هؤلاء اللاعبين احتراف كامل، بتلقى إنه المدربين المستجلبين هم مدربين على مستوى عالي جدا جدا، بتلقى إنه الأجانب أو المحترفين الأجانب اللي بيلعبوا في بتجيبهم الفرق يعني مستواهم متطور جدا، ويمكن من أقوى من بيجيبوهم من أقوى الدوريات العالمية، من كل الفرق العالمية هم بيجوا، ده بيرفع من مستوى اللاعب المحلي، زائد إنه العدد الكبير من المحترفين بيخلي إنه اللاعب المحلي يجتهد جدا ويستفيد من المحترفين، عشان كده مستواه بيتطور. عشان كده شفنا تطور كبير جدا في مستوى الأندية، تطور مستوى الأندية رفع أو أداك دوري ممتاز جدا، دوري مستواه راغي جدا، مستواه عالمي، ده أدانا منتخبات على كل على كافة الفئات من الناشئين الشباب الأولمبي الفريق الأول، أدانا منتخبات ممتازة جدا، لأنه صاحب ده كله تخطيط سليم، ما جاء من فراغ الكلام ده كله جاء نتيجة تخطيط سليم ونتيجة دراسة لسنوات دعموها بالعمل الفعلي. جميل جدا. إذن زي ما إيليا أشار وكأنه اختصر كلام إنه صناعة الرياضة مشروع دولة، جودة الحياة ضمني طبعا مشروعه خطة 2030، هذا القطاع المهم في رؤية ولي العهد السعودي اللي هو صناعة جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تندرج نحوها هذه البطولة اللي هي الرياضة كبند كامل لمشروع دولة. أنا دا نمشي لقدام يا إيليا عشان نمشي للدوريات الأوروبية، لو ما عندك كلام تفضل. دار تضيف شيء؟ عفوا بركية، أنا دائما ما هو مشكلة الأسماء كلها واحدة، لكن زي ما بيقولوا عاطف ومحمد. أيوة طبعا لا فرق. طيب لا فرق في الأسماء. طيب دار أسأل بالتحديد عن نمشي لأوروبا ونبدأ بالدوري الإنجليزي عشان نمشي بعد الإسباني. الإنجليز الدوري الأجمل الأقوى الأكثر إمتاعا، يمكن استعدادات وانتدابات على مستوى عالي جدا جدا، وموسم ناري ينتظر الجمهور العالمي. نعم انتدابات الأندية الإنجليزية أعتقد أنه الأبرز فيها كان انتقال لاعب النرويجي هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، ودي وأخيرا غوارديولا وجد ضالته في إيجاد مهاجم صريح داخل الصندوق. كمية الفرص الكبيرة جدا جدا اللي بتضيع أمام المرمى لمانشستر سيتي، طبعا مانشستر سيتي من أكثر الفرق اللي بتصل المرمى، من أكثر الفرق اللي بتسدد على المرمى، لكن كان بينقصها هداف في الموسم الماضي تقريبا. يمكن حاول مانشستر سيتي التعاقد مع هاري كين لكن فشل في التعاقد معه، ولم يأتي بمهاجم بديل له. يمكن من أحد أسباب ضياع دوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي هو كان عدم وجود المهاجم الهداف القناص داخل. أعتقد أنه وجد ضالته حاليا في هالاند. هالاند نعرفه طبعا لاعب هداف كبير جدا، ويمكن هو اللاعب الوحيد في العالم حاليا اللي عدد أهدافه أكثر من عدد مبارياته،
حيفرق بصوره كبيره جدا مع مانشستر سيتي، كانت الورقه الوحيده الناقصه في هذا الفريق المتكامل. شفنا في المباراه الوديه الاخيره سجل هدف امام بايرن ميونخ وانتهت بفوز مانشستر سيتي. انتدابات الاخرى يمكن نمسك الارسنال، ارسنال من ابرز الانديه اللي انتقلت او حاول يبني فريق جديد قوي، اخذ من مانشستر سيتي زيتشينكو الظهير الايمن. زيتشينكو طبعا هو كان احتياطي مع انه هو لاعب ممتاز جدا بيمتلك امكانيات كبيره جدا بيمتلك مؤهلات جدا عاليه، لكن زيتشينكو كان سيء الحظ لانه كان هو احتياطي لكانسيلو. كانسيلو احد افضل الاظهره في العالم، فلم يجد زيتشينكو الفرصه الكافيه انه يلعب في هذه الخانه بصوره كبيره. انتقاله للارسنال حيفيد الارسنال وحيفيد اللاعب نفسه، فانه يكون متواصل وهو لاعب كبير جدا ومتلك جدا امكانيات كبيره. شفناه في الدوري الانجليزي في دور الابطال لما كان بيغيب كانسيلو كان بيغطي الخانه بصوره ممتازه جدا، دفاعيا ممتاز، هجوميا اللاعب جدا ممتاز. اللاعب خيسوس المهاجم مهاجم مانشستر سيتي برضه اللي انتقل للارسنال برضه اعتقد انه مكسب كبير جدا للارسنال. نعم وحيفيد الارسنال بصوره كبيره جدا جدا. مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد اعتقد مع المدرب الجديد إريك تين هاج بدا التصحيح اولا بتعيين المدرب نفسه. خطوة الأولى الانتدابات المهمة جدا جدا لمانشستر يونايتد اللي شفناه كان بيعاني معاناة كبيرة جدا من بعد رحيل السير أليكس فيرغسون. لم يأتي إلى مانشستر يونايتد أي مدرب يطور مستوى هذا الفريق اللي هو أحد أعمدة البريمير ليج وأحد أعمدة أوروبا أيضا في البطولات الأوروبية، رغم وجود لاعبين كبار مروا على الفريق، لأنه مشكلة التدريب كانت مشكلة ظاهرة جدا جدا جدا. إريك تين هاج بدأ التصحيح، بدأ الانتدابات، تخلص من بعض اللاعبين الغير مفيدين في الفريق. ما مذكرا أبرز انتدابات مانشستر يونايتد الموسم ده. طيب أنا عشان ندي إيليا فرصة وبعدين أنا داري أتكلم في الأسباني أكثر عشان دارك لبرشلونة. إيليا الدوري الإنجليزي دوري ممتع جدا جدا طبعا، استخدام لاعب على بمستوى هالاند اتوقع انه يعني بنسبه كبيره كانهم يكتبون انهم اصبحوا الان مؤهلين مانشستر سيتي للظفر ببطوله دوري ابطال اوروبا. نعم هو حقيقه الدوري الانجليزي يعني يمكن من الموسم الفات هو الافضل عالميا. نعم من ناحيه التنافس، من ناحيه جوده الفرق، من ناحيه جماليات المباريات، من ناحيه الاسماء الكبيره في العالم. اصبح دوري جاذب جدا للنجوم العالميه. يمكن يعني اهم الانتدابات فيه زي ما ذكر عاطف هو هالاند، يعني يمكن الباقي كله يعني عادي، ما في شيء مفاجاه يعني. لكن صراحه قدوم هالاند لسيتي يعني ضربه معلم لفريق مانشستر سيتي، لانه فعلا دي الحته اللي كان بيفقدها مانشستر سيتي اللي هي وجود الهداف داخل الصندوق. نحن شفنا يعني مانشستر سيتي بيلعب كره قدم جميله زي ما ذكر عاطف، انا ما عايز اعيد الكلام، لكن هو دي العلامه الفارغه يعني، ده الشيء اللي كان بيفقده مانشستر سيتي، والنجم الكبير الضجه اللي هو جاء من خارج الدوري للدوري الانجليزي. فاعتقد انه ده العلامه الوحيده، الباقي كله عادي يعني. جميل جدا. انا دارب في الدوري الاسباني، على نحن موعودين بموسم جميل جدا جدا. حضرنا المباراه الوديه اللعبة الصباح يوم الاحد بين ريال مدريد وبرشلونه في الاراضي الامريكيه، مباراه انتهت بفوز برشلونه بهدف. لكن بركية بشكل محدد، الناس في البدايه او في مطلع او نهايه الموسم الماضي تحدثوا عن مشكله برشلونه اقتصاديه، وانه برشلونه عندها ازمه حقيقيه وانها ممكن تفشل في استخدام لاعبين وتسجيل، يعني في كلام كثير كان يدور في هذا الملف. لكن الان برشلونه صنع ربيعه بنفسه. نعم طبعا هي مشكله برشلونه اساسيه مش من الموسم الماضي. من يمكن اخر موسم للرئيس السابق بارتوميو. بارتوميو هو اللي تسبب في المشكله الاقتصاديه برفع اجور اللاعبين بالتعاقدات الكبيره جدا بمبالغ كانت فلكيه، لدرجه انه اتى بثلاثه لاعبين فقط بمبلغ 500 مليون ديمبلي وكوتينيو وغريزمان، كلفوا النادي اكثر من 500 مليون، زيد على ذلك رواتبهم كانت
رواتب جدا عالية، رواتب خيالية. برشلونة كان هو أكثر نادي في أوروبا من حيث سقف الرواتب بالنسبة لجميع اللاعبين. كان رواتب برشلونة كانت مع نهاية عهد بارتوميو رواتب اللاعبين كانت تخطط ل 700 مليون شهريا سنويا طبعا سنويا 700 مليون يورو، مبلغ كان فارق جدا، في حين الأندية الأوروبية لا يتجاوز سقف رواتبها ال 400 او ال 500 مليون. كأقصى حد، كأقصى حد كان اذا شفت سقف رواتب ريال مدريد او مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي او ليفربول لا تجد، او بايرن ميونخ، لا يتعدى 300 ل 400 مليون. برشلونه كانت تعدى سقف رواتب اكثر من 700 مليون. قانون اللعب المالي النظيف في اسبانيا يمنع انه سقف الرواتب يتعدى حد معين. سقف رواتب برشلونه كان بالماينس، يعني كان اكثر من دخل النادي في الموسم ده. بعد حضور الرئيس الجديد لابورتا عمل اول شيء على تخفيض سقف الراتب الى الحد الادنى او الحد اللي يكون تحت السقف المسموح به. اول حاجه طبعا اول خطوه عملها انه تخلص من ميسي لانه كان راتبه هو اعلى راتب. اغلب اللاعبين خفضوا رواتبهم الى اقل من 50%. حاليا سقف رواتب برشلونه تقريبا حوالي 400 مليون، وهو المعدل يعني معقول، يعني وصل معدل، ولكن لا زال لانه دخل النادي طبعا قل في السنوات الاخيره، فلا زال على اداره نادي تخفض اكثر سقف الرواتب. الرقم المستهدف تقريبا حوالي ما بين 300 ل 350 مليون، لانه مداخيل برشلونه في السنه الاخيره كانت حوالي اقل من تقريبا من 600 مليون. فيجب ان سقف رواتب اللاعبين يكون اقل من الدخل السنوي للاعبين حتى يسمح بتسجيل لاعبين جدد برواتب لا يتعدى سقف رواتبهم الميزانيه العامه والدخل السنوي للفريق. اداره برشلونه السنه دي عملت على انها تخرج من الازمه الماليه هي فيها، فعلت رافعات يسموها الرافعات الاقتصاديه. الرافعه الاولى الاقتصاديه كانت برشلونه انها باعت 10% من حقوق البث التلفزيوني لمدة 25 سنة من الآن إلى مدة 25 سنة مستقبلا. 10% باعها برشلونة بحوالي 276 مليون لشركة أمريكية اسمها سيكس ستريت. بعد فترة حوالي شهر أيضا باعت ثاني 15% من حقوق البث التلفزيوني، يعني بعد 25% أيضا لنفس الشركة الأمريكية اللي هي سيكس ستريت برضو ل 25 سنة. الرافع ال 15 ميدي دخلت على النادي حوالي 400 مليون. في رافع اقتصادية ثالثة يمكن النادي حيلجأ لها عشان يسجل اللاعبين اللي تم قيدهم حاليا أو اللي تعاقد معهم النادي، اللي هم تقريبا حوالي اللي تم التعاقد الفعلي معهم فرانكي سي وكريستينسن ورافينيا وليفاندوفسكي. وهناك طبعا جول كوندي مدافع نادي إشبيليا في صراع كبير جدا بين برشلونة وتشيلسي. اتوقع انه على مقربه شديد يعني برشلونه 99% هيوقع لبرشلونه. وايضا يمكن في هناك محادثات مع او مفاوضات مع أسبيليكويتا والونسو ظهيري تشيلسي، لكن يمكن بعد قدوم جول كوندي الى برشلونه اعتقد انه تشيلسي يمكن حيمنع اللاعبين ديل من الانتقال لبرشلونه. على اين عشان برشلونه يقيد اللاعبين ديل لازم يفعل الرافع الاقتصادي الثالثه اللي هو بيع البي ال ام في هي متاجر التجزئه. متاجر التجزئه لنادي برشلونه حيبيع يمكن بحوالي تقريبا لمبلغ يصل الى تقريبا 100 مليون. في النهايه انا الحاجات دي برشلونه ما شد بيها حاجات اساسيه لكن في النهايه هي نظره اقتصاديه وعندهم دراسه لها، بالتاكيد ما بيقدم على خطوه. ايليا برشلونه صنع ربيعه الموسم الجاي، يعني وكانه يقول ها انا عدت، ليس برشلونة يقف على ميسي. نعم وحقيقة طبعا عاطف فند الأمور التخطيط السليم اللي اتخذته برشلونة من البداية، من بداية المشكلة إلى الحلول اللي توجدت للمشكلة. لكن فنيا نتكلم عن أنه برشلونة اكتسح التسجيلات السنة دي، يعني الهداف الأول عالميا حاليا ليفاندوفسكي وقع لبرشلونة. ده يكفي، خليك من رافينيا، خليك من الباقي. برشلونة يمكن يعني من قدوم إكزافي، لأنه إكزافي ودى البيت أصلا، عارف كل سياسات برشلونة،
فقدومه كان لإصلاح كل المشاكل الفنية اللي حصلت. فشفنا إنه برشلونة فعلا بدأ يصلح وبدأ يبني في الفريق بطريقة سليمة بما يتوافق مع سياسة الفريق، والآن شفنا إنه أفضل الصفقات جات لبرشلونة. أعتقد إنه برشلونة في الموسم الجديد إن شاء الله هيكون فريق قوي جدا، وهيستعيد أمجاده اللي كانت في من قبل 3 سنوات واللي وراء يمكن كان مستوى برشلونة كان مستوى مرتفع جدا، وكان منافس دائما على بطولة أندية أوروبا مع ريال مدريد، إلا إنه ابتعد في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل اللي كلنا عارفينها، لكن الآن فنيا برشلونة جاهز للعودة. جميل. إذا سنشهد صراع من نوع آخر أيضا، صراع بنزيما وليفاندوفسكي. نعم أيضا واصل الحديث. أنا كنت عايز أضيف بالنسبة للرافعة الثالثة، إدارة نادي برشلونة مترددة في تفعيل الرافعة الثالثة، لأنه عندها خيار ثاني هو بيع فرانك ديونغ لمانشستر يونايتد بمبلغ 80 مليون. نعم. إذا تم عملية التعاقد مانشستر يونايتد مع فرانك ديونغ بمبلغ 80 مليون، أول حاجة برشلونة هيكون أدخل 80 مليون بدل بيع نسبة 49% من تاجر التجزئة، هيكون أدخل 80 مليون على الميزانية والدخل السنوي لبرشلونة، وبالتالي أيضا تخلص من راتب ديونج العالي، وبالتالي تخفيض سقف رواتب الفريق لتسجيل اللاعبين الجدد. فأعتقد أن فرانك ديونج إذا خرج من برشلونة هيكون خسارة كبيرة جدا. في رأيي أتمنى استمرار ديونج ويبيعه 49% من تاجر التجزئة، أفتكر أنه يكون أفضل من بيع ديونج. نعم. طيب الحديث كان حيطول، لكن أتت الإشارة ولوصولنا لختام حلقة اليوم برنامج كرتنا على فضائية السودان الآن 24. تحية الحب والاحترام والتقدير لكل الذين تابعوني إلى هذه اللحظة. قبل أن أتقدم بتحايا النواظر لمن يقفون خلف الكواليس لإنتاج وإخراج وهندسة وصناعة هذا المحتوى الإعلامي وتقديمه عبر فضائية السودان الآن 24، أيضا أنقل التحايا النواظر لضيفي الذين جملوا استوديوهات كرتنا اليوم. عاطف بركية شكرا جزيلا لك، شكرا كنت مميزا. شكرا للسادة المشاهدين جميعا. أيضا محمد عبد الرزاق إيليا شكرا جزيلا لك. لك التحية أستاذ مزعى ولزميلي عاطف ولكل الشباب خلف الكواليس، وفي الختام التحية لكل المشاهدين. وعبركم مرة أخرى التحية لمن يقوم بقيادة إخراج هذه الحلقة تميزا وإبداعا، مخرجنا هشام يوسف، ولنلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء.